وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن هناك أكثر من 1.3 مليون وفاة جراء حوادث السير سنويا، وأكثر من 50 مليون إصابة. تعزيز مفهوم الوعي المروري لدى الأخوة المواطنين في موضوعين. الموضوع الأول هو في أهمية استخدام حزام الأمان والأثار الإيجابية من ناتجة عن استخدام هذا الحزام، ويعني أهمية الحزام في موضوع الحد من حوادث السير أو تقليل من الآثار الناتجة عن هذا الحادث من خلال تثبيت الركاب داخل المركبة وعدم خروجهم خارج المركبة أثناء حادث السير، أو حدوث هناك حوادث سير مركبة ناتجة عن فقدان السيطرة الناتجة عن حركة السائق داخل المركبة. وقال الأردن صراحة عالج هذا الموضوع من خلال فرض عقوبات وفرض نصوص القانون في موضوع ضرورة استخدام حزام الأمان للركاب في المقاعد الأمامية سواء كان السائق أو راكب المركبة في المقعد الأمامي، وهذا الجهد أو هذا المسؤولية تقع على عاتق السائق سواء كان في مركبات العمومي أو المركبات الخصوصية. ولأن السلامة على الطرق باتت مسألة حيوية من مسائل الصحة العامة، أطلقت إدارة السير المركزية حملة السلامة على الطرقات تيقظ تحيا، وذلك للمرة الأولى في الأردن، والتي تركز على أهمية استخدام حزام الأمان وشروط السلامة المناسبة للأطفال. صراحة عن جد عجبتني فكرتهم كتير، يعني في أهالي بتغاضوا عن هاي الفكرة، يعني هيك أجبروا كل أهل أنه المفروض أنه يكون عندهم هيك كرسي. بصراحة مبادرة كتير حلوة منهم، وإحنا دائما متعودين على مبادرات إدارة السير إن كان بالتوعية ولا إن كان بمبادرات يعني أشياء مادية مثل هيك، وبصراحة هيك بكون مطمئنة على أولادي أكتر. هي أكيد يعني بالنسبة للأولاد أنه بتكون ممسوك الولد بالكرسي، يعني صار ما صار دعس بريك كذا ما الولد ما بتحرك، إضافة لأنه ما بيلعبش باب شباك كذا شغلة عنده. وهي هذه الحملة لا تتعلق بسلامة السيارة، بل بإحداث تغيير في سلوكيات السائقين تجاه سلامة الركاب الذين يرافقونهم في السيارة ولا سيما الأطفال. فلهذه الحملة دور مهم للمساهمة في تحسين ورفع مستوى السلامة على الطرقات، ابتداء بالأجهزة الحكومية مرورا بالمنظمات الخاصة والهيئات غير الحكومية وصولا للجمهور العام. لبرنامج دنيا يا دنيا، مي السيلاوي.